شايف يا عمي الطماطم هي، طماطم هي الخس. شايف الدرام شو مسوين في الدرام الشباب؟ هاي البضاعة هي بخشبها طماطمها على الدرام على طول، على الدرام على طول يا عمي. بضاعة جات وما تحرك عليها البضاعة، ما فيش سواق ما فيش أي شيء، كبوا البضاعة كلها على الدرام. امبارح كان في أكثر من 40 بالة بتكبهم، عرفت؟ يعني الموضوع موضوع بضاعة مالها الزبون، مش من الموضوع بضاعة رخصت. والبضاعة الكويتية ممنوع ترجع تاني على المزارع وممنوع تخش غرف التبريد. شايف يا عمي؟ أعرب عدد من المزارعين والمستهلكين عن استيائهم لتفاوت أسعار الخضروات والفاكهة بين جمعية تعاونية وأخرى أو بين مركز تسويقي وآخر، كما أن هناك مبالغة حقيقية في أسعار تلك المنتجات، محذرين من أن هناك ما يعرف بحرب الفاكهة والخضروات يقف خلفها بعض التجار الذين يرغبون في استمرار ارتفاع الأسعار ولو من خلال إلقاء جزء من هذه المنتجات في القمامة حتى لا يزيد المعروض منها في الأسواق، رغم أن نفس المنتجات تباع في دول الجوار بأقل بكثير من الأسواق الكويتية. وقالوا في تحقيق أجرته السياسة إن المزارع الكويتي يبيع الخضروات بأسعار قليلة جدا لا توازي مجهود الزراعة وكلفة العمالة، في حين يبيعه التاجر بأضعاف مضاعفة، مما يستلزم وجود رقابة صارمة على منافذ بيع المواد الغذائية من أجل توحيد أسعار الخضروات والفاكهة حماية للمزارع والمستهلك. يقول المواطن أبو حمد إن الأسواق الغذائية في الكويت بشكل عام تبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مبالغ فيها رغم تدني أسعارها في الدول المجاورة، وذلك نظراً لغياب الرقابة الصارمة، مما أدى إلى تنامي هذا الغلاء الفاحش في أسعار الخضروات والفاكهة. ويؤكد سعيد إمام إنه اشترى كرتون الطماطم بدينار رغم أن سعره في شبرة الأندلس في حدود النصف دينار، كما أن سعره متفاوت من جمعية إلى أخرى، وعندما أراد شراء جوافة مصرية وجد أن سعر الكيلو دينار وربع، رغم أن سعر كيلو الجوافة المصري يباع في بلاده بأقل من 100 فلس، ولا يمكن أن تؤدي مصاريف النقل والشحن إلى هذه الزيادة الصارخة، وهذه الحال تنطبق على الكثير من المنتجات الأخرى. وبيّن الدكتور بدر البروسلي أن هناك حرباً تسمى حرب الخضروات في السوق الكويتي، حيث أن بعض التجار يلقون بالفاكهة في القمامة حتى لا تهبط الأسعار، والمزارع هو من يجني المعاناة لأنه يكدح ويتكلف ولديه عمالة وإقامات، وبعد هذا يكون ربح التاجر أضعافاً مضاعفة لما يحصل عليه المزارع. لذا لابد أن تكون هناك لائحة للأسعار تشمل جميع المنتجات لوقف هذا التباين في أسعار السلع الغذائية. ويشير المسؤول في إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى أن الأسعار المتفاوتة للخضروات أو الفاكهة تختلف باختلاف المكان، فمثلاً وجود جمعية تعاونية في منطقة راقية جداً يختلف عن منطقة شعبية مزدحمة بالسكان. وأكد مصدر وثيق الصلة بالاتحاد الكويتي للمزارعين أن المزارع يبيع منتجه في الأسواق بسعر أقل بكثير نظراً لأنه لا يستطيع تخزينه، كما أن التاجر لابد أن يحقق هامش ربح.